تعليقا على ما ورد بشأن مملكة البحرين في التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول حقوق الإنسان عام 2017، تأسف وزارة خارجية مملكة البحرين على ما ورد في هذا التقرير من معلومات مغلوطة تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والمساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، والزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير وتسميتهم بنشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم أن المذكورين قد تم إدانتهم عن جرائم معاقب عليها قانونا وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية، وكذلك توافر ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء. والمؤسف أيضا أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع، حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها مثل الأمانة العامة التظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. يتجاهل التقرير الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين، ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقا للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي التزمت بها مملكة البحرين. تتطلع وزارة الخارجية إلى أن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقصاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية، وذلك لضمان الحيادية وعدم الانتقائية. ونشير في هذا الصدد للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة السلطات في المملكة بمجال احترام وحقوق حماية حقوق الإنسان وفاء لدستورها وتشريعها الوطني والتزامها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقدير المجتمع الدولي والذي تمثل فيها في انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة وإشادة العديد من دول العالم أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطنية الثالث للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالتطورات والإنجازات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. تؤكد مملكة البحرين التزامها التام بكافة تعهداتها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبحرصها على التعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة، وسوف تقوم وزارة الخارجية بدراسة ما ورد في التقرير والرد تفصيلا عليه في وقت لاحق.